من هو أندرو تيت؟ ملاكم أمريكي الجنسية، ولد يوم 14 ديسمبر 1986، عمره الآن 36 سنة، وهو من مواليد واشنطن، وانتقل لبريطانيا في عمر 4 سنوات. يقيم حالياً بين بوخارست رومانيا ودبي. يشتغل حالياً كرجل أعمال وصانع محتوى على السوشيال ميديا. اعتنق الديانة الإسلامية حديثاً، وهذا أول مقطع له وهو يصلي. أندرو تيت، الشخصية الكاريزماتية، اجتاح العالم في كل مناطقه وكل طوائفه، وأصبح خلال هذه السنة أشهر شخصية في العالم، وقد احتل اسمه المرتبة الأولى في قوائم البحث في محرك جوجل. هذا الرجل جاء في عصر السوشيال ميديا وعصر الليبرالية الذي يغلب عليه صوت التحرر والنسوية والأفكار السلبية والرجولة الضعيفة. That men can have feelings, that men can cry. So it's okay to be weak and to be able to show that. I think there's a real beauty in that. He's here, just appeared. فعندما قام أندرو تيت بالكلام بطريقة فجة عن رجولة مختلفة على المعيار العالمي، أثار صخبا شديدا. So if you're going to talk about a belief system that fixes issues, you need to go to Islam. And I will say this too. That will fix everything. لم يتم حظر أندرو تيت بسبب أفكاره الفجة، ولكن بسبب التجمع الهائل من الشرق والغرب، إذ أصبح أيقونة للرجولة شئنا أم أبينا. One of the key components of manhood always has been and always will be we have the ability to control ourselves and not act emotionally. أفكاره بالمجمل أفكار تقليدية وأفكار موجودة سابقا، لكن المختلف الآن أن هذا الرجل يتابعه الملايين من الشباب وخاصة المراهقين الذين سئموا الأفكار النسوية والأفكار الليبرالية عن الرجولة المائعة التي هي ليست رجولة أصلاً. When you do that and there's like muscles there, nobody cares about that. We don't want to see that. That's not what we want to see. So. وفي الأخير نحن نفرح بإسلام أي شخص، وما بالك بشخص ذو صيت عالمي. ولا ننسى أننا لسنا وكلاء الجنة والنار. سلام.